إذاعة بريدة تقدم عنوان الحكم للمحدث أبي الفتح علي بن محمد الحسين البستي رحمه الله. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لي خراب الدار مجتهدا، بالله هل لي خراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد عن الدنيا وزيناتها، فصفوها كادر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثلا أفصيلها، كما يفصال ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوباهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يا خادم الجسم كم تشقى بخدماته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلاته صفح وغفران. وكن على الدهر معونا لذي آمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عزه ومن هانه. من استعان بغير الله في طالب، فإن نصيره عجز وخذلان. من كان للخير منعا فليس له، على الحقيقات إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قطيبة، إليه والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيان. من عاشر الناس لاق منهم ناصبا، لأن سوساهم بغي وعدوان. ومن يفتش عن الإخوان يقليهم، فجل إخوان هذا العصر خوان. من استشار صروف الدهر قام له، على حقيقات طبع الدهر برهان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولحصد الزرع إبان. من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان. ولا يغرنك حظ جره خارق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. أحسن إذا كان إمكان ومقديرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان. فالروض يزدان بالأنوار فاغيمة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. صن حر وجهك لا تهتك غلالاته، فكل حر لحر الوجه صوان. فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. لظل للمرء يعر من تقى وانهن، وإن أضلته أورق وأفنان.
والناس أعوان من والته دولاته وهم عليه إذا عدته أعوانه سحبان من غاير مال باقل حاصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودع السر والشأن يبوح به فما رعى غانما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فالهم غرائز لست تحصهن ألوان ما كل ماء كصدء لواريده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطل وجه عريفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه إزراء وإعلان فللتدابير فرسن إذا راكضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدارة وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عاجلا بالأمر تطلبه فليس يحماد قبل النضج بحرانه كفى من العيش ما قد سد من عاوز ففيه للحر إن حققت غنيانه وذو القناعات راض من معيشاته وصاحب الحرص إن أتراف غضبانه حسب الفتى عقله خلا يعاشيره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضيعا لبان حكمة واتقا وساكنا وطن مل وطغيان إذا نبى بكريم موطن فاله وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فارحا بالعز ساعده إن كنت في سينة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكيله وهل يلدى مذاق المرء خطبانه يا أيها العالم المرضي سيراته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لوجج فأنت ما بينها لشك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان إذا جفاك خليل كنت تألافه فاطلب سواه فكل الناس إخوانه وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان يا رافلا في الشباب الرحب منتاشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق ناظر فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو نصحت نفسك لم يكن لمثليك في اللذات إمعان هب الشبيبات تبدي عذر صاحبها ما عذر أشياب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذابة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان.